السلام عليكم. لو احنا عايزين نرسم البلات لمبنى بالشكل دوت، هاجي هنا اختار بلات وابدا اشوف التايب بتاعي، هل لو انا عايز جريتنج ولا بلات، الماتيريال ستاندرد اس تي ام ال بي اس او دين، الماتيريال كود اللي احنا هنشتغل بيه، السكنس عايز قد ايه، تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه، المحاذاه من تحت ولا من التوب ولا من الميدل، الشيب تمام. انا هقول له نيو ريكتانجلر واقول له كرييت وهبدا اعمل بالشكل دوت اهوت. ليه رسمه لي بالشكل دوت؟